لحتى بيكون وحكم بعض الشيء. نتمنى البداية تبدا اليوم من مدينة أسفيف هذا الجمهور الزوين اللي حاضر معنا اليوم. أسفيف اسكو صافا؟ معكم الزبير حبيب 24 سنة ولد أسفيف. اليوم جيت نهضر عليكم أنا معكم فارس وبراجة. الطوموبيل وتسلم عليا وتدير لها بيزو بيزو وطلع دارهم. بالنسبة للنسخة الأولى ديال هذا المهرجان كانت مزيانة، شجعتنا أننا نديروا مهرجانات أخرين في مدينة أسفيح. المدينة كاملة متعطشة بحال هاد المهرجانات. أنا واعر سحاك نغبر الماء، قلت لي أمي راه واعر منك تخزن سقال ديال الحلوى والله يا أمك لا طحتي عليا. أنا راه نشوف مسفي وخايف. كاين الجنون. كاين شنو؟ كانوا يهضروا. دابا تلقى ربي تيولي يهضر. غتولي تقام وفي راس الدرب وكتبكي. برافو عليكم. الحمد لله كيف كتشوفوا معنا في الجو القاعة عامرة، الجمهور راضي، هادشي بالفضل ديال بزاف الناس، بزاف المتدخلين على راسهم عامل الاقليم السي الحسين شينان اللي كان ليه الفضل الكبير انه يكون هذا المهرجان. هذا الفيستيفال اللي كيف كتشوفوا اليوم كاينه المسابقه الوطنيه غدار من وراها من ورا الدومي فينال، كاين لو فينال اللي غادي يدار من 21 حتى ل 25. هذا الفيستيفال نوعي في اسفي لانهم عمرو الدار بحاله لسبب بسيط هو انه تنوع فقرات اللي فيه. عندنا مسابقه، عندنا سهرات فنيه كبرى غادي تكونوا طيله يومين في البلانير في ساحة مولاي يوسف كدار المهرجان الكبير، عندنا عرض مسرحي كوميدي لولاد البلاد، عندنا عرض فيلم سينمائي، عندنا عروض للاطفال. المهم اسفي للضحك هو للجميع. وإلا عندهم هدف واحد أنهم تصابوا شكون غيدي اللقب ديال المسابقة ديال المهرجان صافيلي الكوميدي أو أسفي كوميدي كلوب. ما نطولش عليكم، وغناديو عليهم بالواحد بالواحد، وغنبداو بأول مشارك يطلع معنا يوسف بن ياس أسفي. الله عليهم دات داك الشيء زوين، ما عندي ما يتسالها. هذا هو ستاند اب، تشخيص ماشي يعني ديكيزاي، وهذا ستاند اب عندك زوين، موضوع عندك زوين. أشي تبارك الله صرفونا، وكنتمناو اليوم التوفيق، وكنتمناو يكونوا الناس ديال أشي هما اللي يدوا إن شاء الله. ما شاء الله كلشي زوين، ضحكنا، فوجنا، الله يكمل عليهم، ومسيرة موفقة. وكتلعب سون باري، كتلعب انك ما كتزادش انك تزيد. بخصوص المهرجان فشكر يعني من القلب للساهرين، يعني لا اطر ولا تقنيين ولا يعني الناس اللي ضربهم النفس على هذه المدينه وضربهم النفس على هذا الميدان الفني، وعلى هذا الشباب المغربي، الناس اللي تنتقاسموا معهم يعني من جميع المناطق المملكه. كنشكروا السي المهدي الورادي على البادره هذه، كنشكروا الناس اللي مساعدينه، كذلك كنشكروا الجمهور الكريم اللي جا وحج بكثره، لان هذا الشيء كامل كيبقى لمن كيبقى للبوبليك وكيبقى للجمهور.
المشاركين كانوا تفاجأنا لأن مستوى ممتاز مستوى جيد، فيهم ناس اللي هما محترفين، فيهم ناس لأول مرة غادي يصعدوا فوق الركح، فيهم ناس اللي تسمي بروفيسيونيل. هي فعلا ما عرفتش أنا اش واقع، ولكن ما يمكنش لي نقول شي كلام أخر أكثر من هذا الكلام اللي قال سي طارق البخاري. بينا انا وياه كنا معاشرين هنايا، شادين نفس الاوتيل، يعني كناكلو انصومبل، يعني من رايه دائما بحال الراي ديالي انا، والراي ديالي انا راه بحال ديالو. انما غادي نقول على مدينه اسفي، هي مدينه الاجناس والناس، راحه المشتاق وعزيمه الصابرين على ما لا يطاق. وشكرا. اولا كنبغي نشكر جريده اشواق على التقديم، وكنبغي نوجه لهم تحيه ليكيب ديالها كاملين اللي ساهرين على هذه القناه. وكنبغي نقول لكم المهرجان كان زوين بزاف مع حضور الاستاذ الكبير ديالنا نور الدين بكر اللي هرم الكوميديا، يعني الراي ديالو كيهمنا، والكوتش والاستاذ العزيز طارق البخاري، والجمهور اللي كان حاضر اليوم ديال اسفي راه شجعوا الوليدات. كنبغي نشكر كاع الناس ديال المهرجان على انهم كيعطيو فرصه للشباب من كاع المدن ماشي غير اسفي، وكيديروا لهم هذا المهرجان فين يفجروا هذوك الطاقات ديالهم. تحيه كبيره لهم وتحيه للجمهور ديال اسفي كاملين، وحنا كنموتوا عليكم كما العاده. زيت سروال ونمشي للفرماسي لقيت الفرنسات قال لي محلا برد اضراب. واحد طبعه شديه شي طبعه خاصه جافيل، وهاك سير جيب جافيل حبوب، جافيل حبوب عقل عليه سير. الاسفي لمده هذه ما شفتها، وجيت باش نشوف هذا الحباب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.